الفاكتور. فاكتور كلنا كتقدروا نتوما تصلوا بالشخص اللي عزيز عليكم ونوجدوا ليه واحد المفاجاه نصوبوا ليه اغنيه خصيصا مديوره ليه هو سواء بمناسبه عيد ميلاد ولا بغيتي تصالح معاه ولا بغيتي تخاصم معاه ولا اي حاجه بغيتي ولا توحشتيه مرحبا. رقم الواتساب هو 07 10 650 650. وشكون اللي معايا فاكتور؟ خديجه. مرحبا بك خديجه. مرحبا عماد. صافا وانت خديجه؟ كلشي مزيان والكلب اللي حداك لاباس عليه؟ صافا الحمد لله كلشي مزيان كنسمعوا. مرحبا. يمكن عرفنا الكلب عرفنا. انا خديجه اليوم تتصلي منا في الفاكتور وبغيتي ديري مفاجاه لصديقه ديالك امل. شنو السبب اليوم ديال هذه المفاجاه؟ كنا خرجت انا وصاحبتي وما قلناهاش ليها وبقى فيها الحال. لا خرجتوا وعلاش بقى فيها الحال؟ زعما شنو زعما الحاجه اللي زعما هي الصديقه ديالنا وما قلناهاش ليها وعادي زعما لو خرجوا بلا زعما كنت تخرجوا نتوما ثلاثه زعما تريبلي وي ها واخا. يلا حنا غادي نتصلوا بها اليوم وبغيتي تسامحي معها. ايه ان شاء الله. يلا حنا نتصلوا بها مباشره وعارفه طريقه المشاركه. غادي ندوزوا لها الاغنيه ومن تسالي الاغنيه انت غتدخلي تهضري ديريكتومون. واخا اوكي ميرسي بوكو. يلا حنا كنحاولوا نتصلوا بامل. اين مدينه هي؟ تاهي من الدار البيضاء ياك؟ الدار البيضاء. داكوغ بحالك انت هي من الدار البيضاء. حنا كنحاولوا نتصلوا ولكن مازال ما تشدش لينا الهاتف ديالها مازال ما كيصونيش. بون خديجه. وي هي صاحبتك بشحال من عام؟ هي صاحبتك هاد السيده 50. وانتم صحابات؟ وصاحبتك الاخرى شحال الوقت؟ هذيك من جيراننا شي 7 سنين. وداك الشيء علاش خرجتي وخليتي مولات 5 سنين؟ والو حنا كنتسناو مازال ما كيصونيش التليفون. مازال ما كيصونيش الستوندار. مع الطريق. اوكيبي فوالا كيصوني اوكيبي. غادي نحاولوا نتصلوا عاوتاني. واخا ميرسي. يلا حنا معاك. شوف حنا معاك. شكرا. زوين هادي. ما عملنيش واحد انا ما عيط لي قال لي نعتذر لك لان خرجت مع واحد. ديجا هما اللي تضربوا على ود القضيه. الله يهديهم. الله يهديهم. فوالا ما كرهتش انا عيط لي شي واحد يقول لي اسمح لي راه اليوم ما عرفتش عيط الهضره. اسمع لي اليوم خرجت ما فكرتش فيك. سمح لي قبيله تغديت بوحدي ما تفكرتك باش نعيط لك. اسمح لي اليوم تفرجت الفازة بوحدي. ما اسمح لي شي اليوم مشيت شريت الحوايج وما ما كنتيش معايا. للاسف. لا كنت ديتي معك وشي شي حاجه. نهزلو غنهزلو الحوايج المزيانين المعتبرين. واخا الو حنا كنحاولوا اليوم كان عندنا مشاكل بزاف في الستوندار اليوم. بو خديجه اسمحي لينا حنا مازال شادينك معنا باقي لنا واحد جوج دقائق. واخيرا الو الو. وي السلام عليكم. الا الو. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معايا؟ مدام امل. اييه مرحبا. معك سي عبد الرزاق من الفاكتور ديال سقراط بالدار البيضاء. معايا الفاكتور ديال سقراط البوسطه ديال سقراط في الدار البيضاء. مرحبا سيدي. مرحبا. لالا عندنا واحد الكوليه ديالك. انا لا حنا وي ما ما هذاك الشيء علاش اتصلت بك مدام؟ لان كاين الرقم ديالك والكوليه رجعت لينا كاين العنوان والرقم ديالك والكوليه رجعت لينا. غير هو سميتو الاكسبيديتور اللي مصيفط لك الكولي ما عندناش. دونك خصنا ضروري نفتحوا هذه الكوليه باش نعرفوا منين جايه وخاصني نعرف على الاقل الحرف الاول ديال بطاقه التعريف ديالك باش نقدر نفتح هاد الكوليات باش نعرفوا واش ديالكم ولا لا. من الكوليه خويا جاي من المغرب. من المغرب عندي. بلاتي خليك معايا. خليك معايا عافاك حيت حنا بيرمانونس نسدو دابا. من الدار البيضاء. عطيني غير الحرف الاول ديال بطاقه التعريف. الحرف الاول بيكا. بيكا صافي. هي هذيك. خليك معايا غادي نفتحها. يلا شي مليار. يلا نقص منويه. لا سمحي لي عندي الضحكه ديال الناس البوسطه. تك عندي الضحكه ديال الفاكتور. قلت معايا هذه كوليه موسيقيه. كوليه موسيقيه. دونك جات من لابليكاسيون ديال موسيقى بوست بويما. غادي نسمعك هادشي اللي وصلك. لا مرحبا. عندي صاحبتي تعجبني ولكن تقلقت مني
حيت انا يا خرج بوحدي وقالت لي خرجني اسف حبيبي ما ما درت بيدي اسف حبيبي يوم خديجه كتعتذر وباغا دير ليك الخاطر صافي امل سمحي ليها ما تخليش قلبك عامر اسف حبيبي لا ما درت بيدي اسف حبيبي لا ما درت بيدي ويا خديجه تهلاي في امل جيبي شي قميجه وحتى شي خال خال سمعوني سمعوني خديجه وامل سمعوني يبقوا ديما صحابات ولا غادي تقلقوني سمعوني سمعوني نتوما بجوج سمعوني يبقوا ديما صحابات ولا غادي تقلقوني ويا خديجه الو 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 خويا وي انا فاهم انا لحد الان ما فهمتش وما عرفتش شكون غيصيفط ليا هاد الميوزيك بلاتي ندوز لك الناس اللي صيفطوا لك الكليه تفضلي لالا الو الو وليتي عندي هاد الكليه واحد السيده سميتها خديجه خديجه اشنو ما عنديش الاسم العائلي ديالها خديجه والنمره التليفون ديالها كتسالي 83 في الاخر 83 في الاخر نشوف واش خديجه معنا خديجه معناش خديجه معناش فوالا خديجه هي اللي صيفطت لك الكليه هذه مرحبا مرحبا حنا كنحاولوا نتصلوا بها دابا باش ندوزوها لكم واخا واخا مرحبا يلا خليك معايا مدام هي اللي ما فهمت انا في هذه الاغنيه بان كتسامح معاك لانها خرجت شي مره مع شي صاحبتكم وما عيطوش ليك وتقلقتي كاينه ولكن هذه راه صافي دابا يا سي 15 جو لا سي 20 جو جو بونس بحال ما كان 20 جو ايوا بلاتي هي معنا هي معنا هي معنا تقول لي معنا لا تقول لي ما معناش تقول لي معناش كيديروا لنا مفاجاه بون ما عندنا ما نخبيو عليك امل تجي مباشره معنا على شاده يفهم كاين لا بوسطه لا والو ولا غادي يصفوا عليك كاملين لان هذه المفاجاه اللي دارت لك صاحبتك وقالت لك فوالا قالت لك باش تسمحي ليها ودوزو صوبنا لك هذه الاغنيه خصيصا لك ونتمنى انها تكون عجباتك وتسمحي لصاحبتك الله يودي مرحبا صافي ليزيغ وميرسي بوكو شكرا لك بسلام عليك حتى نتوما تقدروا ديروا بحال هاد الناس هادو ديروا مفاجاه الناس عزاز عليكم صيفطوا الطلب ديالكم على الواتساب الرقم هو 07 10 650 650